ما حدا عم يمننه حق له، هل عم يمننه بيكون انسان منه من الشعب السوري نعتبره غريب وصار جهات باتجاهه، هذا امر ديني نحن بنعتبره. ابشر ابشر ابشر، في حقوق بدنا نحصل عليها، وبالاخص تصحيح وتصليح الوضع المعاشي والاقتصادي. نحن الشعب السوري مثلنا مثل اي شعب، ننعم ببلد فيها خيرات مثل بلاد العالم اللي الله منعم عليها. على شو؟ في غلط ما بالإدارة، في نهب، في سرقة، في دول إجت لمنه ببشاعة وبجشاعة تعاملت مع هذه الثروات، هذه الثروات للشعب السوري. ما حدا مفوض لا يبيع ولا يوقع عقود ولا يعطي قضايا من وراء ظهر مكانه. كله عن طريق الحكومة أو غيره. نحن في دول فاتت وقع عقود بيع مشترى لثروات هذا الشعب. الشعب مش مفوض حدا لتنباع ثرواته. هذه الثروات للشعب السوري ستبقى. وهذه رسالة لبعض الدول اللي فاتت علينا بشكل الحقيقة كان عاطفي، انه بمعناه سمت حالة دول صديقة او دول ثانية. نحن هذا الامر بدنا نكون نحن فين كلهم. نحن شعب مثل باقي شعوب الناس، نحترم الشعوب ببلادها وبعشتها الحرة ونتمنى لك الخير. فنحن اول ما بدنا نتمنى نحن. وهل مرينا فيه بده يكون مدرسة لأنه للأجيال المقبلة. نحن في صبر صبرناه فعلا، وفي شيء صبرنا عليه ندمانين عليه، نحن نحكي بصراحة. بس ما كان بالنا أنه تنطعن هذا الشعب المنطهر بهذا الطعن السامي اللي عم تربي بهذا الشعب، أنه يزد حاله بالبحور وبالصحاري وبدول عم يتبهدل فيها سوري، وأحيانا عم يتبهدل بس للعنوان السياسي، أنه أنت جاي تعمل أنا محترم وأنت بلدك مش محترم. هذا الامر بدنا ندير بالنا منه يا غنيم. نحن مثل ما قلنا مشكوره كل الدول اللي وقفت وقاوت هذا الشعب وين ما كان، واللي وقفت بجنبه لستر حاله مهما كانت هذه الدول. نحن بنتشكرها من قلبنا لانه وقفتها بجنب الشعب السوري وقفت انسان لانسان. مش عم نحكي بالسياسه، في السياسه فيها المنيح وفيها الطالح، ولكن نحن نعرف نقيم امورنا ضمن البلد هون. نحن بدنا نعيش بكرامتنا. وعلى الإدارة إنه تحرص لما هي من هالأهل ومن هالشعب بدها تمشي مثل ما بدهم أهله. نحن أي إنسان بموقع رسمي معناته هو عم ينفذ أهله. بدنا نعرف شو بدها تكون ردة فعلهم إسا بشكل مباشر، وبيقدروا، نحن عم نحكي دولة مش أفراد، بيقدروا بلحظة إنه يغيروا هذا الواقع، وبالأخص الواقع الاقتصادي اللي للأسف وصلنا لمرحلة عيب إنه حتى نحكي تفاصيل فيها. الله محييكم، أهلا وسهلا.